اهلا بكم من جديد ثمنت جمعيه سيدات الاعمال البحرينيه توجيهات صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان ال خليفه رئيس الوزراء الموقر الراميه الى توسيع دائره الافضليه التي تمنح حاليا للمؤسسات الصغيره والمتوسطه في مشتريات ومناقصات الحكومه وفي المرافق الخدميه داخل منشات الجهات الحكوميه وقالت الجمعيه ان هذا القرار سيكون له بالغ الاثر الايجابي في تحسين اوضاع المؤسسات الصغيره والمتناهيه الصغر في المملكه وثمنت رئيس جمعيه الاعمال البحرينيه السيده احلام جناحي القرار مؤكده ان توجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر تؤكد اهتمام سموه بالمؤسسات الصغيره والمتوسطه في المملكه والتي تدار حصه كبيره منها من قبل سيدات الاعمال البحرينيات نظم مصرف البحرين المركزي ومعهد الدراسات القضائيه والقانونيه بالتعاون مع مجلس التنميه الاقتصاديه ورشتي عمل حول مشروع قانون المعاملات المضمونه وذلك في اطار التحضير لاصدار مشروع قانون بشان المعاملات المضمونه وينظر مجلس التنميه الاقتصاديه بالتعاون مع شركائه الى البيئه التشريعيه المتماسكه والمتطوره للمملكه باعتبارها احدى المقومات التنافسيه الجاذبه للاستثمار وهدفت الورشتان الى التوعيه بشان مشروع قانون المعاملات المضمونه الذي يستند الى القانون النموذجي بشان المعاملات المضمونه المعتمد من قبل لجنه الامم المتحده للقانون التجاري الدولي الاونسترال والذي اقرته الجمعيه العامه للامم المتحده عام 2016 ويرى مراقبون بان القانون يسعى الى تحسين فرص الحصول على التمويل وهو ما سيعود بالايجاب على المؤسسات الصغيره والمتوسطه والان نترككم مع اسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجيه والعالميه نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث انخفض مؤشر البحرين العام بنسبة 0.18%، مقفلاً عند مستوى 1537 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة ثلاثة ملايين ومئة وسبعة عشر ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت سبعمائة وأحد عشر ألف دينار تم تنفيذها من خلال ثمان وثمانين صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8968 نقطة بارتفاع بلغت نسبة 0.70% لتكون الرابح الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم أما سوق أبو ظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 5052 نقطة بارتفاع تجاوز النصف نقطة مئوية وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 2685 نقطة بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.6%، قال وكيل وزارة الاتصالات السعودية لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية أحمد الثنيان إن الوزارة لديها خطة متكاملة لتحفيز نمو قطاع التجارة الإلكترونية مع وضع حلول لحماية حقوق المتعاملين. وأضاف الاثنيان أن حجم قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية يبلغ 80 مليار ريال بنسبة نمو سنوية تبلغ 14% في العام الماضي ووصف إقرار نظام التجارة الإلكترونية في السعودية بأنه يشكل أساساً للمبادرات الداعمة لتحفيز هذا النوع من التجارة والمساعدة على دعم الابتكار فيها وحفظ حقوق جميع الأطراف في المعاملات الرقمية النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل اليابان وكوريا الجنوبية تصعدان نزاعا تجاريا من الممكن ان يعطل امدادات عالمية للهواتف الذكية والرقائق ذكرت ارقام رسميه ايرانيه ان مؤشر البؤس سجل ارتفاعا كبيرا بالبلاد في الاونه الاخيره وذلك بالتزامن مع تهاوي الاقتصاد الايراني بفعل العقوبات الامريكيه الصارمه المفروضه على طهران وذكر مركز الأحصاء الرسمي الإيراني أن مؤشر البؤس الذي يعني بإجمالي نسبتي البطالة والتضخم في البلاد قد وصل إلى 39% ولا يتجاوز متوسط دخل ملايين الإيرانيين المئة دولار شهريا وهو رقم يقل كثيرا عن خط الفقر الرسمي في البلاد وذلك بسبب فقدان العملة الوطنية الريال الإيراني الكثير من قيمتها من جراء العقوبات وتوقع صندوق النقد الدولي ان ينكمش الاقتصاد الايراني اكثر وان يصل التضخم الى 40% تبدا اجتماعات بين مفاوضي التجاره من الولايات المتحده والهند وسط ضغوط من جانب الرئيس الامريكي دونالد ترامب على نيودلهي لفتح اسواقها امام السلع الامريكيه ويسعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الى تطبيق سياسات حمائيه لدعم الشركات المحليه وزياده التوظيف من خلال زياده الرسوم الجمركيه وتشديد القوانين على الشركات الاجنبيه ومن المتوقع ان تمارس واشنطن ضغوطا على نيودلهي بخصوص قوانين الاستثمار الاجنبي المباشر خاصه في قطاع التجاره الالكترونيه حذر بنك انجلترا من الضغوط المحتمله على قيمه الجنيه الاسترليني واسعار المنازل والسندات في البلاد مع تزايد مخاطر اتمام البريكسيت دون اتفاق وفي تقرير الاستقرار المالي النصف سنوي والذي اعلنه بنك انجلترا قال ان تقلبات السوق الكبيره وتغيرات اسعار الاصول هي امور متوقعه عند تنفيذ البريكسيت دون اتفاق ومع ذلك أشار بيان البنك إلى أن البنوك تمتلك رأس مال كافٍ يمكنها من التعامل مع الحرب التجارية والبريكزت دون اتفاق. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. صعدت اليابان وكوريا الجنوبيه التوترات في نزاع دبلوماسي يهدد بتعطيل امدادات عالميه للهواتف الذكيه والرقائق اذ تشجب سيول تقارير اعلاميه يابانيه عن انها نقلت ماده كيميائيه مهمه الى كوريا الشماليه وتفاقم الخلاف الذي نشا اساسا على خلفيه العماله القسريه لكوريين جنوبيين في شركات يابانيه وقت الحرب العالميه الثانيه عندما قالت طوكيو أنها ستشدد القيود على صادرات ثلاث مواد ضرورية لصناعة الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية المتقدمة وقد تؤثر هذه الخطوة سلبا على شركات التكنولوجيا العملاقة مثل سامسونج للإلكترونيات وإسكي هاينكس التي تزود أمثال أبل وهواوي بالرقائق